لله. زعلنا اليوم. ايه شنو؟ سمعت في عيادة اقلاع للتدخين. اي نعم. ايه ليش قلتي؟ قررت انك تبطل؟ لان احس كل ما اقعد من النوم احس بضيق الصدر من التنفس، واحيانا باكيت او باكيتين ادخن. تدخن. اوكي. وبعد شنو بعد اثر عليك التدخين؟ شنو خلاك يعني خليك اثر تدخن؟ علي اني ما اقدر امارس هواياتي. إذن لترك هذه المادة السمية لابد أن تمتلك الإرادة والرغبة الصادقة للإقلاع عن التدخين، ويرافقها برنامج علاجي دوائي نفسي المتوفرة في عيادات الإقلاع عن التدخين الموزعة في مختلف المراكز الصحية. فإحنا لما الواحد نوعيه ونفهمه أن في أشياء بيدك ممكن أنت تغيرها بحياتك، مثل الإقلاع عن التدخين، وكيف أنك لما تقلل عن تقلع عن التدخين تدريجيا شلون حياتك راح تكون أفضل وأحسن وشلون الأمراض راح تقل. أنواع معينة من العلاجات المتقدمة متوفرة في العيادات تساعد على التقليل الرغبة الشديدة في النيكوتين وأعراض الانسحاب. المدخنون يدركون تماما وجيدا خطورة التدخين، إلا أنهم يحتاجون يد العون لمساعدتهم، فالعلاج السلوكي والنفسي متوفر في العيادات وفق منهجية مدروسة. لأن كبار السن خايف على صحته من أن فبنديله مشاكل التدخين وأسبابها ونسب الأمراض المزمنة في الرئة مثل أمراض السرطان والدرن أنا ضروري عندي أن أعرف أن المدخن وين قاعد يدخن ومع من قاعد يدخن. إذا عرفت من هالباب أقدر أدخل عليه بالعلاج. يعني الشباب معظمهم يقعدون يا بدواوين يا بقهاوي، وهالأماكن يكثر فيها التدخين، فمن هالطريقة هذه أقدر أنا أدخل عليه أنه هو أي قاعد بالأماكن اللي فيها مدخنين. هي عادة ومن ثم تتحول إلى قاتل صامت، فلا تتردد في اتخاذ قرار الذهاب إلى العيادة، فستجد من سيساعدك لتبدأ حياة جديدة صحية.